انا دايما بقول على المباراه ان هي مباراه تكسب ولا تلعب. انا صحيح. واثق ان مليون في المية بكره هي مباراه اقل مباراه فنيه للسنغال يوم الجمعة. وللجزائر. يوم الجمعه هتبقى اقل مباراه فنيه للسنغال وللجزائر في البطوله، لانه ماتش نهائي، لان ماتش نهائي الغلطه في فوره زي كله خايف، فبالتالي مش عندكش فرصه انك تعوض، مش دوري مجموعات، مش عندك مثلا وقت تلعب وقت اضافي او تتعادل وتطلع لا هي طب عندك وقت اضافي بس انت برضه قلقان من النتيجه، يعني قصدي تلعب على كاس فوق بالماسوره يعني ايه انت بتتكلم في وقت ايه يعني ما خلاص بقى انت عاوز كل التعب اللي انت تعبته في البطوله دي كلها عاوز تاخد الكاس بقى وايه وتجري زي ما بقول، بتلعب بقى مباراه فنيه عاليه اقل بقى بكتير جدا من الموجود، مش ده المطلوب، المطلوب ان انا اخد الكاس توج التعب اللي موجود، فانا واثق ان المباراه هتبقى بكره في يوم الجمعه فنيا هتبقى صعبه. يعني متكافئين ولا في كف ارجح؟ لا انا بالنسبه لي المنتخب الجزائري عنده حلول افضل بكتير، اتقل صحيح. اتقل والحلول الحلول في الملعب تقيله قوي ما شاء الله، يعني مع الناحيه الثانيه في ساديو ماني ساديو ماني انا شايف ان اليسيسي اختلاف تماما عن جمال بالماضي، اليسيسي في اوقات من بعض من الاوقات تحس ان هو بيلعب ضد المنتخب السنغالي لما بيجيب مثلا تطلع مثلا ساديو ماني تلعبه ناحيه اليمين او تلعبه فروت صريح او او بتخش تلاقي تغييرات كده مره واحده تلاقيه بيخترع كده اختراعات ماشي بالظبط. عندنا برضو كده عمل تغييرات غريبه في اخر خمس دقائق بالظبط، وانت مش مطالب ان انت تفضي نص الملعب، التغيير ده هو اللي خسرنا الماتش اكسر تايم والتغيير اللي زي ما احنا بنقول هي اللي خسرتنا الماتش بتفضي نص الملعب وايا كان ردك اللي انت بتقول ان طارق حامد ممكن يشيل احسن لاعب وسط ده مش حجه برضه لان اصلا ده جنوب افريقيا في الوقت كان بيهاجمك اصلا ايوه بالظبط مش مبرر. الناحيه الثانيه يا كابتن عن جمال بالماضي لما بتشيل نجم الفرقه وكابتن فرقه رياض محرز بتنزل مين؟ ادهم ونيس هو نفس الاحساس لما بتشيل نجم الفرقه مثلا لما اوقفك بنجاح في ضربه الجزاء حطيت اسلام سليمان هو نفس التشكيل نفس البوزيشن واللعيبه كلها تحس انها نفس القماشه نفس القماشه اللي بنتكلم فيها فمفيش لعب في التشكيل مفيش لخبطه فبتحس المنتخب الجزائري اي حد بيلعب بيأدي نفس الاداء ما عنديش مشكله.